بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحد النشطاء المطاردين الذي صدرت ضدهم أحكام قاسية وطويلة المدى عقابا لنشاطي الثوري المطالب بإسقاط نظام آل خليفة المجرم في البحرين المدعو أمريكيا وبريطانيا ومن دول أخرى كالسعودية. وأوجه ندائي لكافة الدول التي تدعم نظام آل خليفة أن تتوقف عن ذلك، وإلا ستكون هي شريكة معه في ارتكاب الجرائم ضد هذا الشعب الذي لن يتوقف عن حركته المطلبية مهما كانت التكلفة.